شفت الاعلان ديال دار الشباب جيت نسجل هنا في الماده ديال الاعلاميات بانني ما كملتش القرايه ديالي، وصراحه كلشي هنايا مزيان بالنسبه للاستاذ ديالنا ظريف وكيعلمنا كلشي تبارك الله عليه، ومدير ديالنا حتى هو ظريف معانا وكلشي تبارك الله عليه ومزيان، وكنقراو ماده الاعلاميات وصراحه ماشي مزيانين فيه كلشي. وفي دار الشباب كاين بزاف ديال المواد اخرين، فيها المسرح وفيها اللغات وفيها بزاف ديال الحاجات، ولكن انا بغيت الاعلاميات وجيت سجلت فيهم، وان شاء الله الى سيت الاعلاميات نقدر نعمل حاجه اخرى ان شاء الله. انا اليوم جيت لدار الشباب باش نتعلم لغه الاعلاميات باش نطور القدرات ديالي، مع هي اصلا دابا كتسمى لغه العصر، وضروري الانسان يتعلم هذه اللغه باش يمشي بها للمستقبل ويمشي ياخذ في الدبلومات باش يخدم ان شاء الله في المستقبل. صراحه هي لغه ممتازه وكلشي كنصح كلشي يتعلمها ويمشي بها بعيد ان شاء الله، فيها بزاف ديال القدرات وامكانيات انك تمشي بعيد مستقبلا. وهي صراحه مؤسسه لقيت فيها بزاف ديال النوادي بحال الثقافه والفن والمسرح والاعلاميات وتعلم اللغات والتداول الى غيره من الشعب اللي كاينين في هذا دار الشباب. هي صراحه مزيانه الصراحه. انا جيت لدار الشباب باش نتعلم الانفورماتيك باش ننمي القدرات ديالي حتى شادي لغه العصر، وهي الصراحه استاذ ديالنا ظريف، وهما كاين بزاف ديال الورشات بحال الورشه ديال الراس، ورشه ديال المسرح، بزاف ديال الورشات. وانا اخترت الاعلاميات حيت هي الصراحه لغه العصر هي والانجليزيه، وكذلك بالمناسبة ليلي أنا كتلميذة هي تتساعدني حتى في الدراسة ديالي، وتنتمنى أن يكون بزاف د المشاركين في هاد الورشة حيتاش الصراحة مزيونة بزايف وتتنمي القدرات ديال الإنسان، وهي الصراحة مزيونة. تعتبر دار الشباب حسنونة من دور الشباب العريقة بالمملكة، وهي تأسست سنة 1979 وتم إعادة الهيكلة ديالها وتجهيز ديالها مؤخرا من طرف الوزارة، وعرفت المؤسسة حلة جديدة نظرا لتواجدها بموقع استراتيجي بمدينة طنجة، فهي تستقطب مجموعة من الأطفال والشباب في شتى الميادين. وحاليا في الحلة ديال الجديدة تعتبر دار الشباب حسنونة فضاء خصب للأنشطة الجمعيات والأندية، وبطبيعة الحال بالنسبة للأنشطة ديال الأندية هناك ما يسمى أنشطة اللي عندها علاقة بالمسرح والفنون التشكيلية والإعلاميات وما يسمى بالألعاب الإلكترونية، وبطبيعة الحال هي مشى مع برامج الجديدة ديال الوزارة في إطار ما يسمى التكنولوجيا الحديثة لتستقطب مجموعة من الشباب في الألعاب الجيمين المعروفة بالجيمين. ودار الشباب هي حسنونة مفتوحة في وجه الشباب والأطفال طيلة أيام الأسبوع من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد بطبيعة الحال بالتوقيت الرسمي ديال مؤسسة دور الشباب بالمملكة. هنا بالنسبة للإعلاميات عندنا ما نهضروش عليها كشعبة أولى، هذه كمادة مادة من بين المواد اللي كاين هنا في مؤسسة ديال دار الشباب. بالنسبة لهذه المادة هي مادة يعني معروفة مطلوبة في هذا الوقت هذا، وهي مادة مهمة بالنسبة لأي واحد اللي يمكن أنه ياخذ واحد مستوى ثقافي أولى اللي كتعلق بالمسائل ديال التكنولوجيا عامة. بالنسبة للمواد اللي عندنا هنا في هذه المؤسسة هي مواد ديال المبتدئين
وديال المحترفين الى بين قوسين الى بغينا نزيد نوضح اكثر. بالنسبه للمبتدئين عندنا برامج اللي هي ديال المواد ديال البرمجه او ديال المكتب البيغوتيك. والبيغوتيك معروفه فيها اربعه البرامج، وكاين برامج ديال البروغراماسيون او ديال البرمجه فهمتيني، وهادو كيمشيو على حسب المخرطين وعلى حسب الطلبات ديال الناس اللي كيدخلوا.